الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أخواننا ما تشتغلوا بأي ذول بجود برا، أي ذول بجود له 5 دقائق وبتخارج، ما بياخد زمن بيمتى. وأصلا النوع ده بكون الرسالة حصلته بيمتى، مما كورك ده الجرس سيوك تجيك رسالة مش تيت 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 تيت، دي النغمة بتاعتك. هو عرف يعني البرعي ما عنده حاجة، والكباشي ما عنده حاجة، والصايم ديما ما عنده حاجة، وديل عباد من دون الله تبارك وتعالى لا تصرف لهم أي عبادة. فيما المعلومة دي، فبالتالي وصلت الرسالة وطلعت النغمة اللي هي شنو؟ الكواريك. فخليهم ما تشتغل بيه يعني، انت كلامي خليه. الحلقة جاية بيشتغل هزاز، فهمت؟ البعديها بيشتغل صامت، البعديها خش الشبكة إن شاء الله، انت كلامي؟ ما في حاجة، ما في حاجة، ما تجود، ما تجود، فهمت؟ الموضوع ده ماشي. عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فهمت؟ فالدعوة دي إن شاء الله عز وجل مبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الدعوات. دعوة الصوفية مبنية على الدعوة للشرك بالله تبارك وتعالى، والكلام ده نحن إن شاء الله عز وجل بنتحدى به أي بشر يمشي على وجه الأرض أو أي جن. أنت هل يجي يتحدانا في الموضوع ده؟ محمد المنتصر، ما عارف حامد السماني وغيره، الخنجر والركيني الشفت القاعد في أبو آدم، كلهم نتحداهم إنه المنهج بتاعهم ده نفس المنهج بتاع أبو جهل وأبو لهب، بل أضل من أبو جهل وأبو لهب. فهمت؟ والله نتحدى كل العالم، كل العالم، والأدلة قاعدة والكتب قاعدة. فهمت؟ أبو جهل بيعرف إنه الله عز وجل هو الخلق والرزق وهو الذي يدبر الأمر. ربنا قال في سورة يونس، أقرأ القرآن، ما تتكلم في البرعي، أدو من دي لزول ده ما يكورك في ناس، أدو خليه يمشي يبكي بعيد. أنت الله قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الأسئلة دي أسألها لأبو جهل، أبو جهل كافر ولا ما كافر؟ كافر. أنت أسأل الأسئلة دي. الله قال: فسيقولون الله، عارفين الله الرازقون، انت كلامي، والله اللي بيدبر الامر. البرعي ما عارف الموضوع ده، تخيل برعي شيخ الزريبه، انت البرعي غوز زمانه، البرعي مين ما عارف الاسبيرات، برعي البرعي الفرن، برعي ده، البرعي ده ما عارف الموضوع ده، ما عارف من يدبر الامر ده، ما عارف. انت البرعي قال: الا يا رجال الغيب انتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم، يعني شيوخ، قال: وأنتم عيال الله والأمر أمركم. قال: خليك معانا، إمتى؟ قال: إذا شئتم، دي عقدة البرعي، لو ما عرفها أعرفها. قال: إذا شئتم شاء الإله أبوك الشيخ يكون داير حاجة طوالي، ربنا تبارك وتعالى يستجيب لدعوة الشيخ. أنت كلامي؟ أقعد 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 أقعد، طوالي ربنا عز وجل يشاء ما يشاء الشيخ. أنت عشان كده عند البرعي مشيئة ربنا، مشيئة الشيخ مقدمة على مشيئة الله تبارك وتعالى، والكلام ده والعقيدة دي ما بتلقاه عند أبو جهل ولا عند أبو لهب ولا عند أكفر كفار العالم، ما بتلقى العقيدة دي، تلقاها بس عند الصوفية، عند البرعي. أنت قال: إذا شئتم شاء الإله وأنتم تشاؤون ما قد شاء لله دركم. أنت
في قصيدة تانية بيمدح الشيخ حسن والحسونة، انت كلامي هو البريدة ما مشكل، انت لا تعرفوا سماني لا تجاني لا برهاني، يوم شايت له في حتة انت قال سيدي حسن والحسونة بكم، سيدي حسن من فوق الكون متحكم، الشيخ حسن والحسونة دجال من دجاجلة السودان، انت طاغوت يعبد من دون الله، انت كلامي ده البرعي قال حسن وتحسون بكم من فوق الكون متحكم، متحكم في الكون وتحسون ده، طيب وتحسون وين؟ مات الله قتله، والله يقتل البرعي، والله قتل الكباشي والمكاشفي، والله يقتل العطالة اللي قاعدين اسي، شيخ اللمين مين ما عارف ده السجمان الركيني كلهم والله ينتقم من محمد المنتصر المجرم، انت دي دعوات ندعو بها ربنا تبارك وتعالى، في ناس طبعا من اصحاب فهمت الحنكشة العاطفية ولا بقول لها شنو ما اعرف، قول لك لا يا اخ قول الله يهديه، ما تقول الله ينتقم منه، لا بقول الله ينتقم منه، اديك آية قال تعالى اوعك ترجف فهمت، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، موسى قال عليه السلام ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، دعا على فرعون انا ما دعا له، لا ما كان يقول كده يا اخي قول الله يهديه، لا مش البرعي ولا محمد المنتصر ولا شيخ الامين ده، الله ينتقم منه مش ما تاب الله ينجمه، امتى الله يكسر راسه، كلهم كلهم يا اخي دعاة شرك بالله تبارك وتعالى، انت كلامي فديل عقيدتهم اسوأ من عقيدة ابو جهل، وما تشتغل بالجوطة خليه يجوط، وريناه قبل الرسالة دي طبعا لسه ما دي بديك الرسالة الجزء الاول والسجاري تحديث الرسالة خليه كوري، انت فديل الصوفية عقيدتهم اسوأ من عقائد المشركين، المشركين كانوا يدعو الله تبارك وتعالى في الشدة كما قال ربنا عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم يشركون، إذا ركبوا في السفينة وخشوا في زنقة بيسألوا ربنا تبارك وتعالى، عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أبو جهل بيقول لك لا في الشدة اللي بنجي الله، البرعي قال لا ما بنجي الله بنجي الشيخ، إمتى؟ قال النابة خطب في البلاد نزيله، أنت قال مشكلتنا مع البرعي في قطع أرض، أنت ما فاهم الحاصل، في لون في قبيلة في قرش، مشكلتنا مع في الدين ده في الشرك النزل نشره بين الناس في البدع، أضل الباء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النابة خطب في البلاد نزيله، والله يا أبو جهل يسمعك يا البرعي يقول لك أنت مجنون ولا شو، إمتى؟ والله يقول لك كترت المحلبية، أبو جهل لو سمع البرعي ده أبو جهل عليه لعنة الله، قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، إذا جاتنا مصيبة في بلدنا دي تنادي يا إسماعيل تكورك إنت إنت البرعي انت ينادي في الشيخ يقول يا ولي الله اسماعيل، راجل ينادي في راجل زيه ده ارجل منك ده اسماعيل الوريدة، انت الله قال وقال ربكم، والله البرعي ده محتاج يعلموه والاتباع التابعينه يعلموه من هو ربهم، انت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الدعاء ده حق الله، البرعي خالف دين الله عز وجل إمتى وقال ننادي غير الله نستغيث بغير الله نتوكل على الشيوخ إمتى، وداري خلوا يعني كلنا سوا والجماعة دل كلهم يا أخي أهل القرآن وكلنا في بوتقة واحدة والساحة بيشيلنا ما بيشيلنا مش مع دل ما بيشيلنا دل لابد أن يخمشوا في إمتى الصوفية دل لابد نخمشهم وحلقاتنا دي إن شاء الله شغالة في إمتى شغالين في الصوفية دل درش
ان شاء الله عز وجل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على ذلك. انت كلامي ما بنخليهم تزعل تطرشك تطير، ما بنخليك. انت كلامي اقدم الاستاذ شيخ شهاب عوض.